الحفاظ على توازن سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب وتعزيز السيادة الغذائية محاور أساسية لاجتماع عمل عقدهما بالرباط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي مع مهني القطاع. اللقاءان تمخضت عنهما عدد من الإجراءات. تخفيض من الكلفة ديال الإنتاج عبر الدعم المواصلة ديال الدعم ديال الأعلاف، وربما تكون من غير الشعير ومن غير الأعلاف المركبة تكون أعلاف أخرى. تسهيل العمليات ديال الاستيراد تاع المواد الأولية ديال الأعلاف، وكذلك تمويل السوق الداخلي فيما يخص هذا المادتين ديال اللحوم الحمراء والحليب. هما الإجراءات اللي خصنا نقوم بها باش يعني نحضروا لهذا يعني الموسم. اجتماعات السيد صديقي مع مهني سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب شكلت فرصة لتبادل الآراء حول الوضعية الراهنة للقطاع ومناقشة التحديات التي تواجهها في ظل سياق يتسم بالجفاف. اليوم هاد التدابير اللي اتخذت منها بزاف ديال منها يعني للوضع الفاج اللي غادي تخرج، منها الدعم اللي هو غيكون مستمر، منها اعلاف اللي واحده اخرى اللي غتكون هي جد واحد اللي غادي تصنع بواحد النوع الممتاز اللي غتقدر تعطينا واحد المردوديه اللي هي عاليه، منها عده تدابير اللي هادشي هذا ماشي اللي هو غريب اليوم على وزاره الفلاحه اللي واكبت الفلاح واكبت الكساب هذه مده ديال سنوات. الاجراءات اللي تم اتخاذها والتقنيات اللي كنحاولوا نطوروها والحلول اللي كنحاولوا نطوروها بمشاركه وزاره الفلاحه مشكوره، يعني كتعطي الحمد لله نتائج على 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 ارض الواقع. كانت مجموعه ديال الحلول، مجموعه ديال الاقتراحات اللي كانت من المهنيين واللي سجلت من طرف الطاقم ديال وزاره الفلاحه واللي ستدرس ان شاء الله مع الحكومه باش يتم ترتيبات يعني الاستباقيه للقطاع، وفي نفس الوقت نوصلوا اننا اللحوم الحمراء ترجع للأثمنة ديالها القديمة اللي كانت قبل الكوفيد ديال 19. لقاءات اليوم تندرج في إطار مسلسل مواكبة الفيدرالية البيمهنية الفلاحية لحماية المكتسبات وتنمية السلاسل الفلاحية وتعزيز مرونة القطاع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.